أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. خروج مظاهرة في ناحية راجو بمنطقة عفرين شمال حلب تهتف ضد المجلس المحلي واحتجاجا على انقطاع الماء وغلاء الخبز. المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا جوناثان هارغريفز يقول إن الغرب أدرك بأن الضغط الخارجي لن يؤدي إلى تغيير نظام الأسد، داعيا إلى إعداد مؤتمر حوار سياسي يجمع المعارضة السورية بالنظام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن نضال بلاده مستمر حتى تأمين الحدود الجنوبية بممر عمقه 30 كيلومترا. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية حاولوا مهاجمة منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا. مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي في مناطق سيطرة النظام يصدر قرارا يسمح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة. فريق منسقو استجابة سوريا يعلن ارتفاع عدد الحرائق ضمن مخيمات الشمال السوري منذ مطلع العام الحالي إلى 126 حريقاً.